أهلا بكم مشاهدينا الكرام للحلقة جديدة من برنامجكم الشبابي شباب بوكس. كيف ما عودناكم مشاهدينا الكرام بعلنا في البرنامج نحاول نسلط الضوء على قضايا الشبابية ونحاول نتوصل الحلول للقضايا والمعاناة الشاب عن طريق أفكار واستراتيجيات شبابية. وطبعا موضوع حلقتنا اليوم يتكلم عن السوشيال ميديا وهي وسائل التواصل الاجتماعي إيجابياتها وسلبياتها. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع استضفنا لكم بننا والبنى ناشط اجتماعي. مرحبا بك سهلة. الزبير والمولود عضو في منتدى السوسيولوجيين الموريتانيين. مرحبا بك. وطبعا معانا حبيب الله مبارك العيد ناشط اجتماعي وباحث في مجال التنمية المحلية. مرحبا بك حبيب الله. وطبعا نرحب بالجمهور الموجود معانا واللي هو نخبة من الشباب اللي يتشارك معانا بأفكارها وراها حول القضية. إذا ننتقل لكم ضيوفنا. كنا نشارك ياك لباس. أهلا وسهلا بكم. لا سيما بعد أن السوشيال ميديا والله وسائل التواصل الاجتماعي عدلت وعي لدى الشباب في ياسر من الأمور وعاد العالم كامل كقرية واحدة. كنا شنو هي إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب بصفة عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الكريم. قضى الله للعلياء أن تتجسد فقال لها كوني فكانت محمدا عليه الصلاة والسلام. أولا تحية طيبة لكم وشكرا جزيلا على هذه الفرصة، كما أشكركم وأهنيكم على هذا البرنامج الشبابي شباب بوكس المتميز والذي يحاول دائما طرح القضايا المتعلقة بالشباب الموريتاني. الشباب الموريتاني الذي يمثل القوة الضاربة داخل المجتمع الموريتاني، أي ما نسبته 75% من المجتمع هي فئة شابة ولله الحمد والشكر. موضوع مواقع التواصل الاجتماعي موضوع مهم وأساسي جدا، مهم لأنه يأتي في يعني ظرفية زمنية باتت هذه المواقع تشكل الرأي العام وتصنع أيضا المواضيع ذات الصلة بالوطن وبالأحداث والمتغيرات التي تحصل. وبالتالي الثورة الهائلة التي حدثت في التكنولوجيا هي ثورة بدأت تتصاعد ما بعد 2005، حيث سجلت اكتشافات جديدة وبات يعني هذا العالم قرية واحدة، بات بإمكان الإنسان أن يخاطب صديقه أو أخ له في أقصى يعني الشرق أو الغرب. وبالتالي باتت هذه الثورة الهائلة جدا التي دخلت في حياتنا وفي يومياتنا وغيرت الكثير من مسلكياتنا باتت توجهنا وتصنع الأحداث. بلا شك وسائل التواصل الاجتماعي لها جانب سلبي ولها جانب إيجابي. نحن ندور جانب الإيجابي. نعم، الجانب الإيجابي في هذه يعني مواقع التواصل الاجتماعي أنها يعني صنعت نوعا من التواصل بين الأفراد، أفراد المجتمع، أفراد الشعب الموريتاني. الكل اليوم بات يعني يطلع على أخبار الشخص الذي يوجد في ولاته أو الشخص الذي يوجد في روسو أو الشخص الذي يوجد في أي مكان من موريتانيا. وبالتالي حتى يعني الشأن العام اليوم بات الكل يمكن أن يشارك في صناعة حدث وطني وفي إبداء رأيه. الجوانب الإيجابية كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالتعليم، أي أن هذه الوسائل باتت تسهل يعني الأبحاث على الطلاب في المستوى الأكاديمي، وأيضا مليئة بالمعرفة ومليئة بالمعلومات في أي مجال من مجالات هذه الحياة. الجانب يعني أيضا الآخر الإيجابي وأن هذه يعني التواصل الاجتماعي سهلت الكثير من يعني العمليات التي كان من الصعب القيام بها في الماضي القريب. اليوم يعني بات المرء يمكنه أن يطلع على أحوال أهله أينما كانوا، وبالتالي أن يتابع معهم أحداثيات وما يحدث داخل المنزل. أيضا بات بإمكان الشخص أن ينشر أي معرفة لديه أو علم أو تخصص معين وأن يشارك الرأي العام في يعني المعطيات أو الآراء التي يقتنع بها. بالتالي أعتقد بأن هذا الجانب إيجابي ومضيء جدا. شكرا. ننتقل لك الزبير. زبير، شنو الجانب الإيجابي بالنسبة لك اللي حصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة شنقيط على هذه السانحة. أقول أن
وسائل التواصل الاجتماعي هي نعمة العصر الحديث، بمعنى أنها قربت البعيد لأنها قربت البعيد وقصرت المسافات بين الشعوب وجعلت العالم في قرية واحدة إن صح التعبير. هي وسائل تواصل حديثة تصنع مجتمعات حديثة غير المجتمعات الطبيعية التي كانت موجودة، صنعت أيضا جانب من الحرية لدى الشباب وصوت ومنتديات وندوات إلى آخره، نشرت جانب تثقيفي وتعليمي لدى الكثير من الشباب. ولذلك نجد أن إحصائيات المركز العربي لمعلومات حقوق الإنسان أقول بأن المركز العربي لمعلومات حقوق الإنسان المركز العربي لمعلومات حقوق الإنسان من خلال إحصائيات 2019 أحصى بأن موريتانيا هناك 1,000,000 تقريبا مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إقبال الشباب والموريتانيين على هذه الوسائل، لأنها أعطت للشباب جانب من الحرية كان مفقودا يسمح لهم بالاختيار، يسمح لهم باختيار الأقران، باختيار المجتمعات التي ينتمون إليها، ويجدون فيه الصدى الذي لا يوجد بالمجتمع الطبيعي. لذلك نجد أن الأسرة إن كانت أسرة منفتحة على وإن كانت منفتحة هذه الأسرة لذلك نجد أن الشخص إذا لم يجد ذاته داخل الأسرة فإنه سيبحث عنها في هذه المواقع التواصل الاجتماعي. وفي الختام أقول بأنها وسائل تواصل حديثة ولها إيجابيات كثيرة ولها سلبيات أيضا. نحن نظركم زي الأب إيجابيات، إذا ننتقل لك حبيب الله مبارك العيد. حبيب، شنو برأيك الجانب الإيجابي دي انعكاسات الإيجابية للسوشيال ميديا لوسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع بصفة عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. في البداية نختار نشكر قناة شنقيط على احتضانها للشباب وللبرامج الشبابية، كذلك نختار نشكركم الأخت لالة فاطمة مقدمة البرنامج، من خلالك طاقم البرنامج على الدعوة الكريمة والاستضافة صحبة نخبة من خيرة الشباب الحمد لله لمعالجة والتطرق لهذا الموضوع صراحة اللي هام واللي تزداد أهميته يوما بعد يوم في ظل ظواهر اللي تصاحب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ظواهر اللي غالبيتها عاد سلبية. وبما أعلننا في إطار حديثنا أولا عن الإيجابيات، نختار نشعل نقاط ما جاوا عليها الإخوة ياك نتفادى التكرار. نختار نقول أن وسائل التواصل الاجتماعي مهمة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، خصوصا كناشطين مجال المجتمع المدني، لأنها وسيلة للتوعية والتحسيس، بما أن منظمات المجتمع المدني سلاحها الأول والأهم هو التوعية والتحسيس، وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة للتوعية والتحسيس، لأنها تستقطب أكبر كم، خصوصا نتعود الموضوع يتعلق بفئة الشباب، لأن فئة الشباب هي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة. كذلك وسائل التواصل الاجتماعي مهمة لاستفادة من التجارب، وهون التجارب الناجحة طبعاً استفادة من التجارب الناجحة. بالتالي وهون ما نقدر نذكر التجارب الناجحة، ما وقفت عن تجربة ناجحة لمستوى دار النعيم، وللأسف الشديد ما يجابرها الصدى اللي تستحق في وسائل التواصل الاجتماعي. وشنهي هي مركز أنشطة الفتيات اللي في بلدية دار النعيم اللي بدعم من اليونسيف. هذا المركز من النادر لنا بتجبر حد يتكلم عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تجربة ناجحة ورائدة فات عادلها لا سنة، غير كان الأصل مبرمج لها لا سنتين، نرى النجاحات للفتيات خاص بالفتيات اللي عانوا من التسرب المدرسي في مراحل مبكرة. بالتالي وشنو الهدف منها؟ الهدف منه علنه يكونهم في مجالات متعددة، يكونهم في مجال الخياطة، يكونهم في مجال التنمية الذاتية، يكونهم في مجال المعلوماتية، ينمي القدرات لديهم، يكونهم في مجال المسرح منهم عندهم مشاكل
عنده مجالات متعدده، يكون مشكون مجال السياقه، يكون مجال الطبخ، بالتالي ومتعدد التخصصات، وهذا هي تجربه ناجحه بامكان علم تستفاد منها. الكلام عن التجارب الناجحه مهم، به اللي يعاون في استمراريته، واحده يحفزنا القائمين عليها على انهم يستمروا وعلى انهم يطوروا منها. كذلك مواليد يمكن محاكاتها في اماكن اخرى، هذه نقطه مهمه من ايجابيه من ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك وسائل التواصل الاجتماعي مهمه كيف ذكر احد الاخوه، لانها تعطيك معلومات وافره في وقت قصير، توفر الجهد والوقت على الباحثين بشكل خاص والطلاب الجامعيين، بالتالي هي مهمه بالنسبه لهم. طبعا عديد ياسر من الايجابيات، ياسر من الايجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، قد هذه الايجابيات كذلك تصاحبها دائما سلبيات، لما تعود فما العدم ولا يعود تخوض شفشي، تصاحبها دائما سلبيات، بالتالي مولاها لما يعود قابل قدر من الحيطه والحذر، يتحرك دقه والموضوعيه، تؤدي تتحول هذه السلبيات الى ايجابيات يمكن ان شاء الله نطبقها. صحيح. طبعا كيف ما نعرفوا كاملين بعد وسائل التواصل الاجتماعي لها ايجابيات، اذا خالق شيء له ايجابيات ما عندهم انعكاسات سلبيه. برك طالبه منكم لينتقلوا لبننا، بننا شنو هي الانعكاسات السلبيه لوسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع كامل بصفه عامه؟ والله تفضل مشكله نراحته. اهلا وسهلا. بخصوص سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعلمون لعلنا السلبيات حاضره وللاسف الشديد، وهي جزء اخر من يعني مظاهر وجود مواقع التواصل الاجتماعي داخل حياه المجتمعات. وبطبيعه الحال هذه السلبيات تختلف من مجتمع الى مجتمع اخر، ونحن كمجتمع موريتاني كمجتمع بدائي انتقل فجاه من حياه الباديه والفيافي الى حياه المدينه، المدينة الشاسعة، المدينة الكبيرة، المدينة التي تضمنا جميعا وتضم يعني أكبر عدد ممكن. وبالتالي المواطن الموريتاني جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، الثورة التكنولوجية بدأت في الغرب، وبالتالي المجتمعات الغربية استفادت كثيرا واستطاعت التأقلم مع هذه يعني الثورة التكنولوجية والاستفادة منها أكثر، بينما نحن يعني كدولة في العالم الثالث كان دخول مواقع التواصل الاجتماعي يشكل يعني تحدي جديد. من أبرز هذه السلبيات قلة النوم والأرق وأيضا التأثير على المخ والاكتئاب، يعني هذه السلبيات يعني صحية تبدأ تظهر مع مرور الأيام على جسم الشخص المدمن على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يقوم بالدور يعني السلبي. قلة الإنتاجية في العمل، بطبيعة الحال كم من شاب اليوم موجود مدمن على هذه المواقع غير مستعد لكي يعني يذهب إلى العمل أو ينشئ مشروع جديد أو يصبح منتج داخل مجتمع يحتاجه. وبالمناسبة هذا الشخص قد يكون حامل لشهادات عليا، وقد يكون شخص يعني يمكنه أن يقوم بأشياء كثيرة جدا، ولكنه أدمن على مواقع التواصل الاجتماعي ووجد نفسه يمضي الساعات طوال يتنقل بين الفيسبوك والواتساب والإنستغرام واليوتيوب، كل هذه يعني المواقع المهمة والتي تشغل بالنا يوميا. هنالك أيضا التأثير على الحالة المزاجية، بطبيعة الحال الأمراض النفسية، وأنتم تلاحظون يعني حضور بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاحظون بأن هؤلاء الأشخاص يقومون بأدوار تحدي وبأدوار غير طبيعية، وبالحقيقة هذه الأدوار لا يمكن أن يقوم بها إلا شخص غير سليم. هنالك العزلة الاجتماعية، الإنسان بطبيعة الحال اجتماعي، واجتماعي يعني أنه له صلة بأهله وبأصحابه وبمجتمعه وبمحيطه، يطلع يوميا على ما يجري في المجتمع الذي ينتمي إليه أو الأسرة التي يعني ينتمي إليها والأصدقاء والمحيط. بينما اليوم الأسرة الواحدة الكل منغمس في هاتفه يعيش عالم يخصه، العالم مليء بالأسرار. صحيح. ومليء بالأشياء المضرة جدا، حتى يعني ترى واحد منهم قاعد ما تلوث. صحيح. صحيح. حتى الأطفال يعني الذين يدمنون على لعبة يعني ألعاب عديدة، من أبرزها لعبة بابجي، هذه يعني الألعاب أصبحت تصنع عزلة داخل الأسرة، الأسرة الواحدة. هنا أتحدث عن شخص يعني يغلق عليه يعني الباب
وبالتالي يمضي يعني الأيام تلو الأيام والشهور تلو الشهور وهو مدمن على هذه حتى لا يدري يعني واقع الأسرة، هل هنالك مريض، هل هنالك حاجة، هل هنالك مسألة مهمة. بالتالي العزلة الاجتماعية للأسف شديد، وأيضا التأثير على الصحة وقلة الإنتاجية في العمل وأيضا قلة التركيز، هذه سلبيات كثيرة جدا تصاحب أي إنسان يدمن على مواقع التواصل الاجتماعي. ونحن اليوم في موريتانيا نسعى وفي الحقيقة إلى نشر التوعية في الجانب الإيجابي لهذه المواقع المهمة والأساسية جدا والتي اليوم لا غنى عنها أبدا. وبالتالي الإشكالية المطروحة هي أنه على المدرس وعلى المحيط وعلى أصحاب وصناع الرأي الاهتمام بتوجيه الشباب وخاصة المراهقين الذين يعني وجدوا أنفسهم أمام الطفرة وتعدد كبير جدا لأنواع مواقع التواصل الاجتماعي. أعتقد بأن هذه يعني إجمالا هي أهم السلبيات التي تؤثر على المدمن على مواقع التواصل الاجتماعي. أعتقد لك الزبير، زبير معظم رواد الفيسبوك عاد واحد يبيه للإشاعات والترهيب العامة بالكذب والتلفيق وملي فهم خطابات للكراهية، ما السبب وراء ذلك؟ كانوا ما فهم قانون رادع لهم والله، رأيك؟ بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، هي مواقع فيها مجموعة من المواضيع أو المعلومات خام، معلومات غير منقحة أو غير دقيقة، يمكن على المطلع عليها أن يتأكد من صحتها أو من عدمه. بالنسبة للإشاعات هي يصدقها من يصدقها ويكذبها من يكذبها. بالنسبة لنتكلم عن تأثير هذه المواقع على المجتمع، المجتمع وبداية ونواته الأسرة، والأسرة مبعوثها أو سفيرها هو الفرد. إذا كان هذا الفرد مكون تكوين جيد وتنشئة جيدة سيتعامل مع هذه المواقع وهذه الوسائل بالطريقة التي تكون بها. لا أقول بأن الأسرة تكونه على أن تكون لديه مناعة، ولكن يكون لديه على الأقل كيف يميز بين الصح والخطأ، صحيح، الجيد وغيره. ولذلك يجب على الجميع أن يتعامل مع المعلومات الموجودة، هي معلومات خام وغير منقحة كما أقول. طبعاً معلومات غير منقحة. بالنسبة مسألة الكراهية ومسألة العنصرية التي تنتشر، لأن المجتمع أصلاً مجتمع غير متصالح مع ذاته، هناك مجموعة من النزاعات، هناك مجموعة من المجتمعات الضيقة التي يتكون منها المجتمع. المجتمع ليس المدارس، ليس هناك مواد تكوينية مثل حب الوطن، لا، مجموعة من الأمور، تكاتف الاجتماعي والتضامن إلى آخره. بالتالي المعلومات بوسائل التواصل الاجتماعي معلومات، الشخص بالوسائل ينتقي مجموعات، إذا لم يجد ما الأسرة هناك أسر تصطنع للطفل أو للفرد مجموعة من الأقران حسب ذوقها وحسب مكانتها الاجتماعية أو إلى آخره. ولكن الفرد إذا كانت هذه المكانة لا تعجبه سيبحث عن مكانة اجتماعية وعن أقران اجتماعيين افتراضيين. أقول هناك مجتمع افتراضي ومجتمع وسائل التواصل، هذه بد واحد قاعد معك أكاتيا غير ومو معك ومع مجتمع وشفته موجود غير بتفكيره إلى آخره، وافتراضيا ومجتمع افتراضي فهم. بالتالي هذا يعود يبحث عن مجموعة إجبار فيها ذاته إلى آخره. صحيح. إذا ننتقل لك حبيب، شنو هو السبب وراء الانعكاسات السلبية على المجتمع؟ منهم تشويد الناس، كيف واحدين يدخلوا موقع والله ينشروا صور، واحدين والله ينشروا صورة حد ويقولوا ذا فلان واقعدوا، بما أن احنا مجتمع يعني منفتح على ذا جديد، كل شيء خاض فيديو يجي لذاك وينشروا يجي لذاك وينشروا، ما ولا يتوقف عند حد. وخصوصيات هم اللي خصوصيات اللي عادوا شودوا بيد الأسبوع الماضي ولا أسبوع السابق، كانت فم أحد الفتيات اللي شودت والله وانتشروا لها فيديوهات عادرتهم هي بتلفونها عن تثريب والله عن تهكي كيف ما يقولوا. شنو هو رأيك بذاك؟ في البداية قبل الإجابة على سؤالك نختار نقول على المشكلة ما هي وسائل التواصل الاجتماعي نفسه،
المشكلة في استخدامه في المستخدم نفسه، باللي هي مجرد وسيلة، والسلاح ذو حدين، ممكن تستخدمها في صالح وتجبر خيره، ممكن تستخدمها في العكس وتجبر العكس، بالتالي هي وهي لك، هي لا إما لك الله عليك. صحيح. نرجع لسؤالك ونقول أعلننا للأسف الشديد أعلن ما خلق قاع وسيلة عندها إيجابيات وعندها سلبيات، ذلي ذكرتي يرجع على أن نحن نتبع السلبيات أكثر من تتبعنا للإيجابيات. للأسف المجتمع يتبع سلبيات أكثر من تتبع للإيجابيات، بالتالي عادت التسريبات يومية، وذا تجبر التسريبات من الصدى ما تجبروا الأخبار الأخرى الإيجابية. بالتالي لو كانت هذه التسريبات، هذه المنشورات، هذا انتهاك خصوصيات الأفراد، لو كانت يتلقاها المجتمع بشكل من الرفض، بالتالي لا تجبر قدر من المتابعة ولا تجبر قدر من التفاعل معها، ما يعود ذا كامل يخلق، يقال لاني يخلق تسريب ذا وتجبر وتجبروا مواقع التواصل الاجتماعي ضاجة بيه، تجبر الحديث في الشوارع في الأماكن العامة لا عن هذا التسريب. والتسريبات عادت للأسف شديد ما هي أسبوعية، عادت يومية لليوم الآخر تسريب تسريب، بالتالي هذه عادت ظاهرة خطيرة جدا يجب التصدي لها، لابد من مدة تصدي لهذا، وإذا ما قد تصدى لمه المجتمع نفسه يغير عقليته عن التسريبات، غير التسريبات مدي ما هي قاعد شخص عادي، حتى عادوا شخصيات مهمة طبعاً، طبعا هي التسريبات تستهدف قاع لا شخصيات المهمه بي اللي تستهدف تشويه، هي صحيح. هي شكل من الحملات المضاده للافراد، بالتالي هذه عادت معضله كبيره. كذلك طبعا بالوسائل التواصل الاجتماعي هي فضاء نشر الشائعات وانتهاك الخصوصيات، بالتالي هذه مساله خطيره يجب على المجتمع يتصدى لها. كذلك هي عادت وسائل التواصل الاجتماعي ملاذ ومهرب للبعض للهروب من الواقع الاجتماعي، الواحدين عندهم مشاكل نفسية، عندهم مشاكل أسرية، مهم غير راضين على الواقع، كانوا عندهم طموحات وأمال ما شافوها، بالتالي يعود الواحد يلود الملجأ، يلود الملاذ يهرب به عن الواقع، بالتالي يلجأ الوسائل التواصل الاجتماعي، وللأسف الشديد قد تأثر عليه سلبا، وهي اللي غالب تخلق. كذلك الإدمان وهدر الوقت، ياسر من الناس مدمن للأسف الشديد على وسائل التواصل الاجتماعي، ولو حاس بإدمانه هذا، لو حاس، وهذه هي أكبر المشكلة، على الرقاش يعود يعاني من مرض، يعاني من مشكلة معينة وهو يعود ما هو حاس بها، بالتالي هذه عادت مشكلة، ويهدر ياسر من الوقت لو أعلن واستثمر في هواية أخرى قد تنفع، قد ينفع بها مجتمعه، قد ينفع بها محيطه، بالتالي هذه تعود معضلة كبيرة جدا. إذا أدارك مشاهدينا الكرام، بعد آراء الضيوف اللي كانوا معنا حول وسائل التواصل الاجتماعي إيجابيات وسلبياته، طارق لين انتقلوا للجمهور الموجود معنا كلهم وداخلتهم حسب والله رأيه في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكلم مع العين سيد الخير. مستخدم زادان زاد وسائل التواصل الاجتماعي. أولا وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين كما قال الأخوة. إذا ما حسن تم استخدامها بشكل جيد دار تعطي نتائج جيدة. من إيجابيات ما قالوا الأخوة عن ذم عنده إيجابية التثقيف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا لأن نتعلم بدلا يعني كانت في وسائل تقليدية، لأنك لابد لك من تمشي تقيس حد مثلا ياك تقبل عنده معرفة، والله تقيس مكتبة ياك تقبل كتاب، عاد متاح لك على عن طريق السوشيال ميديا، تنزل كتاب، تنزل بي دي اف، تتابع محاضرة، تتابع محرك، تقعد تتعلق، تستفاد، يتم استخدامها بشكل إيجابي. ولكن سلبية للأسف، نحن بعد موريتانيا هون أكثر فينا سلبياتها من إيجابياتها. ذاك راجع ليش؟ راجع نقول لك، أولاً لأنها عاد مجال خصب الذي قالوا خطاب الكراهية. يشوف واحد من احنا مقطوع عالة ناشر شيء ما يعرف احد مصدره شنو، ويقبله هو كمصدر موثوق، ويقول يعود عنده نظرة معينة عن هذا المجتمع اللي يدفع ثمنه، وبالتالي زي توثيق اي شيء له هنا نشره، يعود هذه صفحة يراعي فيها العالم كامل تعطيه نظرة ايجابية عن مجتمعنا وعن دولتنا. ثانيا نختار عقل انتم اللي اي شيء له نشره شنو عقلنا وخرصوا إياك ما هو يؤدي الشيء عقب هذا. نخرصه من كل النواحي سابق. إياك ما يعود على حسابنا وعلى حساب وطن. صحيح. ونختار مولي. إياك ما خلنا خلقت قيود معينة ولا يتعقب لا تم تنزل من لدن السلطات نظرا لاستخدامات الشباب استخدام سلبي.
ودائما اللي يستخدم الشباب هاي الوسائل وتعود مضيقة على السلطات، من الطبيعي لأنها دور تدير قيود وتزيدها كل مرة. صحيح. هي غير زين فينا نستخدمه في الاتجاه الصحيح بطريقة ما تضيق علينا وتخلنا. ظهر لي علينا لا هي قرعتنا اللي فتنعملنا عليها باللي احنا الشباب دائما دائرتنا ما نعرفه من فيها معانا. لا وقت جاي نشي معدلنا مجلس والله الواي تراصل الناس كاملة كل فئات الأخرى مع شباب فر ما باقي حد عنا. يعني يعود ما عندنا شيء يخلع عنه يقولنا انتم الشباب. وبالتالي هذه الوسيلة مهمة واحنا نتحكم فيها شيء ما بهذه متاحة للناس كاملة، يجب أن نستخدمه استخدام. إذن باختصار أكثر كلمة واحدة عن وسائل التواصل الاجتماعي. نختار نقول عنها تعتبر وسيلة لتوجيه الرأي العام بها اللي هي تشكل رأي عام. ومؤخرا لاحظنا علن والله لاحظ بعض علن السلطات عاد تقبل برأيها مرة اللي يشوف إجماع معين على مسألة معينة تقبلها بعين الاعتبار، وبالتالي زي فينا نقبل ذاك ونوجهه في الاتجاه الصحيح. شكرا. علي تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نختار نبه دقيقة الله تنتهي مع الوقت ما تمنى ياسر. أن المشاكل الاجتماعية قبل الدور مهم في المجتمع الموريتاني. اللي حد كيف عنه من تأثيره في الدولة نتاخذ في كورونا تكلموا واحدين من دوينين هنا شيء عدلوا لايفات ومن حيث كلامه وما خلال عنهم يرسل رسالة للمجتمع الموريتاني وله المعلمين بالأمر خليك زي ياسر مشي. وذلك نختار من المجتمع الموريتاني يعرف عنه هي وسيلة زينة حتى تبع قربت من مواطن من يعني استخدم أحد في طريقة صحيحة. يعني هي ناس تقر عليها ناس تشتغل عليها ما تقع مصيب عنها شكل يومي وهي يومي عند الإنسان. وذلك يأتي مجتمع موريتاني يحافظ عليها وأي خبر لينشر لصفحتي أنا شخصية يسوى أي شخص يعني ينشر خبر في صفحته يتأكد منه أولا هو ما أعرف إليه وصل منه ثاني بسالة تنشره فوق لكن حاجة رأي توخل مليها ما تعلم من كيسا ما يارت نتأكدوا من الأخبار نتأكدوا من رأي ننشرون من واثقة صادقة وحقيقية باللي هي تتأثر في مجتمع ككل. يارت ملي نعرف عن دور الإعلام مهم يارت في التوعية خاصة فملي في استخدم هو دراسته لا استخدام مجد استخدام شخصي هي لا استخدمته في استخدم شيء صالح تجبر في شيء صالح استخدم شيء خاص من تجبر شيء خاص يارت مني مجتمع موريتاني مجتمع نصحب خمس مساي يجب يحافظ لمجتمع واحد اختصار شوي باختصار العلم والدين والعقيدة والأخلاق والوطن لأمانة كل شخص يحافظ عليها. شكرا. شكرا على تفضلوا هذه الفكرة القيمة. تفضلوا باختصار شوي باخت مثلا من ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. شاكني قناة الساحل على شنقيط شاكني قناة الشنقيط على هذه كلمة باختصار عن التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي هو الإعلام الوحيد اللي يحول العالم من أبيض إلى أسود ومن أسود إلى أبيض. صحيح. إعلام الناس كامل اللي تشوف فيه الأخبار وذلك يعني راح يسبقوا الخبر من دون أي مصداقية لأن الأخبار ينتشر في العالم. وباختصار نتكلم عن إيجابيات مختصرة مكرو شوي قربنا إيجابيات مختصرة عن مواقع التواصل الاجتماعي من تعزيز الإنتاجية العلمية منصات إعلامية حرة تسهيل التواصل مع الآخرين زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية تعزيز القوة الاقتصادية تقليل نسبة البطالة. أما السلبيات من ياسر ياسر من السلبيات اللي من الأدوات اللي انتشروا ياسر من الأخبار كيف حد فيه ياسر من انتهاك الحقوق خصوصيات الآخرين تشهير صحيح قبل الطريقة غير الشرعية منها حد من التواصل المباشر صعوبة إيصال المشاعر تسبب بالكسب تأثير على العلاقات الأسرية نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة انتهاك الخصوصية تأثير على صحة أفراد المجتمع التنمر الإلكتروني التنمية بعض العادات السيئة هذا بعض باختصار كنا نشكر فضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نختار ونشكر قناة شنقيط على هذه السانحة. نشكر. نختار نقول عن مواقع التواصل الاجتماعي على أنها غيرت نمط الحياة الموريتانية بحيث على غيرت نمط بسلب وإيجاب من الإيجابيات على أنه أعطت فرصة للتواصل عن بعد ومعلومات أكثر
معلومات أكثر بحيث على الشخص عاد متاح له على أنه يجبر معلوماته بطريقة سريعة. ومن السلبيات سربية. من السلبيات على أن عاد خالق ذا اللي قالوا التنمر الإلكتروني عاد خالق انتهاك حقوق خصوصيات الآخرين. أيوة تفضلوا باختصار شوي. السلام عليكم قناة الشنقيطة ليس تحت الفرصة. أختار نذكر من السلبيات وسائل التواصل الاجتماعي مجال العمل الخيري والإنساني لأنها ساعدت حتى نشر معاناة بعض الناس اللي ما كانت لولا وجودها هي لما كانت يتوصل معاناتهم وإتاحة الفرصة لهم لأنهم يجبروا المتبرعين يتبرعون من ذلك اللي كانوا يعطون. من سلبياتها كيف نشر الزعزعة بين الناس ونشر العنصرية هذا كلام بعض الشباب كاملين يتجنبوه. صحيح. يعودوا. إذن تفضلوا أدفع مداخلة باختصار شوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قناة الشنقيطة الفرصة السانحة. من ناحية اتصال اجتماعي له إيجابيات من إيجابياته دور في التعليم بذلك نشوف فيه عدة خصائص من ناحية التعليم ودوره في طوعية المجتمع بذلك من سلبياته نشر بعض خصوصيات الإنسان ومن مساعد ذلك هو المشاهد ذلك والإجابة بالمشهور. شكرا على الوقت. لا صلاة السلام على رسول الله وعلي عني ما أتريد إجابة الوقت اللي تكلم عن هذا الموضوع قال لا نقول عن وسائل الإعلام عنها عندها سلبيات وعندها إيجابيات من هذه الناحية لا ناصح الشباب كاملين عم يعطوا يعسوا من الجانب السلبي ويحاولوا عنهم يوفروا وقتهم إلا في جانب إيجابي. فيسبوك نحن بخصوص تكلمتوا عنه فيسبوك الناس هم تستخدموا للشهرة مو شيء ثاني لا أحد يدور لي إعجاب ولا يدور لايك متابعين ما فهم شيء محتوى. إذا نرك هي نرجع الضيوف يعني كلمة مختصرة توصف أنت بها سوشيال ميديا وليرزوسيسية وسائل التواصل الاجتماعي كلمة واحدة وقت ما تمنع وسائل التواصل الاجتماعي إيجابيات عنها وسائل تقرب البعيد وتقص المسافات ويستخدمها الكبير والصغير والفقير والغني دون تمييز وسائل بغير تمييز. وسلبياتها أيضا نقول عنها هي تساعد على التوحد توصفها بكلمة واحدة الوقت ما تريد تساعد على التوحد في طرفة نقولها قالها قد قالها لي واحد قال عن خارج واحد من الشباب خير المرأة اللي معها كانها وسائل التواصل الله عن طريق وسائل التواصل طبعا هي مرتبطة كثيرا بالتليفون ايوه قالها تختارهم بينه هو التليفون قالت لي انا اختار التليفون اذا ودبوننا كلمة واحدة تصل بها ختاما لا نقول ولا نطلب من الناس اللي يعني مهتمة بمواقع التواصل الاجتماعي داخل موريتانيا على ان تحاول كانت تقدم المحتوى المفيد المحتوى الايجابي ويحاولوا دائما يتم يخرصوا ذيك يعني المشاكل الاجتماعية اللي موجودة ويطرحوها ويناقشوها ويقدموا الحلول قال لهم لنا هذه احسن طريقه ان قدروا يستفادوا بها حاليا كمجتمع مازال بداي من مواقع التواصل الاجتماعي وشكرا. اذا حبيب ختاما كان عندي جمله من التوصيات غير بعد اللي نحاول كلمه واحده توصف بها السوشيال ميديا نبني على كلام الاخوه ونقول على ان يجب تحري الدقه والموضوعيه السابق نشر اي محتوى كذلك يالتنا وسائل التواصل الاجتماعي نستخدمها وقت حاجتنا نحن لها مو وقت اللي وتشوف وقت ونحن نستخدم وقت عندنا حاجة في وقت ما عندنا حاجة فيه نوفر وقتنا في أمور أخرى تفيدنا. إذا مشاهدينا الكرام والوقت وفولات لنا من كنا نشكر باسمكم الضيوف اللي كانوا معايا اليوم الزبير والبننة وحبيب الله. إذا مشاهدينا الكرام هي كانت آراء
وأفكار الشباب حول موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا آراء وأفكار ومداخلات الجمهور اللي كان معنا كانت آراء نيرة تبارك الله، وكانت أفكار قيمة. إذا مشاهدينا الكرام، أنا مودي لهم نقول كلمة واحدة حول ذا الموضوع. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا أو المعروف بوسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، لأن تستخدمه إيجابيا تجبر إيجابيات وعود بمردوديته عليه، لأن تستخدمه مودي سلبيا ده يرجع عليك ويرجع للمجتمع اللي انت به. اذا مشاهدينا الكرام، الى حلقه جديده وموضوع شباب جديد، دمتم في رعايه الله. تحياتي وتحيات فريق العمل القائم على هذه الحلقه، الى اللقاء.